ايش جهاز يو اي جي واتش؟ اولا ساعه كشف الذهب اليو اي جي واتش بتدعم 3 أنظمة بحث عالميه والعديد من الميزات اللي ما بتنوجد بالعاده بجهاز بهذا السعر وبهذا الحجم. فلنتكلم عن هاي المميزات. اولها انه بيدعم 3 أنظمة بحث مبتكره، نظام تصويري 30 الأبعاد، النظام مسح الجدار المباشر، نظام مسح التربة المباشر. هاي 3 أنظمة بالعادة بتكون متواجدة بمنتجات سعرها جدا مبالغ فيه، حجمها جدا مبالغ فيه، لكن مصنع جي ار ديدكت طور اليو اي جي واتش لحتى تكون سهلة الاستخدام، الكل بيقدر يحصل عليها من خلال سعرها، تمام؟ بالإضافة بتحتوي على مميزات ما وجدت أساسا في المنتجات السابقة، اللي هي سهولة تحليل الصور لاكتشاف الذهب والكنوز والكهوف والفراغات. بس هذا حجم الجهاز؟ فقط هذا حجم الجهاز، وحدة رئيسية وزنها ما بيتجاوز 85 جرام، ساعة في اليد، بالإضافة إلى الجعبة الخاصة بوضع الوحدة الرئيسية وربطها في الساق أثناء التنقل بكل سهولة، وبتكون مخفية معك بشكل كامل، يعني تنقل فيها وين ما بدك ما حدا بينتبه لك. هل معقول جهاز بهذا الحجم يكشف لغاية 20 متر؟ طبعاً هذا السؤال أكيد نسأله كثير. شوف، ساعة كشف الذهب الـ UIG Watch تكون بعلمك أنه تم تجربتها بكل التضاريس، أو خلينا نقول بأغلب التضاريس في العالم، ومن قبل شركتنا أيضاً جربناها وتأكدنا من نتائجها. وشو بيضمن هذا الجهاز؟ اللي بيضمنك هذا الجهاز، أولاً بتحصل أنت مع جهاز الـ UIG Watch على ضمان لمدة 2 عام صادر من مصنع جي آر ديدكت الألماني. ثانياً واللي هي الأهم، بتحصل على ضمان ذهبي صادر من شركتنا لكل عملائنا في حال اشتريت من عندنا، بتحصل على ضمان ذهبي لمدة 5 سنوات صادر من شركتنا من ديدكتورز شوب، بيضمن لك ضماننا وضمان المصنع أنك أنت ما عندك أي أعطال فنية بالجهاز، متابعة وتدريب على المنتج لحتى تحصل على أفضل نتائج. وطبعاً الضمان بيشمل تفاصيل وأنظمة الجهاز والمواصفات المذكورة للجهاز. ولا ننسى طبعاً، أنا آسف على المقاطعة، أن الـ UIG Watch حاصل على شهادة CE الأوروبية وشهادة الآيزو العالمية.